أنكر وجود النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نور الله الذاتي، فهو غير مخلوق. وطلب بتقديس المشايخ. وبشرى للمسلمين، قبلنا البشرى. أغرب فتاوى الشيخ صلاح التيجاني وسر الهجوم عليه. وربنا سبحانه وتعالى ما بيبصش غير لميزان لكفة الحسنات. الناس بتشوفه بتجري تبوس إيديه، وعملت له مقام مخصوص في إمبابة بتطوف حواليه رحمة بالعباد. قال محمد مش مخلوق وملوش جسد في الدنيا، ده مجرد روح وهو نور الله الذاتي في الأرض. لأنه النور فيه النور الذاتي قديم. صلاح الدين التيجاني شيخ أفتى بتقديس الشيوخ، وقالك لو أنت جعان أو عطشان وشفت لك شيخ ومشبعتش وما بتفهمش في الدين، يا ترى إيه قصة الشيخ ده وإيه كان رد الأزهر عليه، وإزاي رغم الفتاوى بتاعته الغريبة دي بيأيدوا عدد كبير من الكتاب وكمان الفنانين غير الناس العادية. صلاح الدين التيجاني واللي لقب نفسه بعالم الأشراف وشريف العلماء عمل حالة قلق كبيرة بسبب الفتاوى الغريبة اللي طلع وقالها الفترة اللي فاتت. ولو حضرتك مش عارف ايه الفتاوى دي تعال عد معايا. اول حاجه قالك ان ربنا اسمه محمد او محمود، رغم ان مفيش اي دليل من القران او السنه بياكد الفتوى دي. النبي عليه الصلاه والسلام فهو غير مخلوق. تاني حاجه قالك ان سيدنا محمد ملوش جسد وهو روح فقط، يعني بالبلدي كده مش مخلوق، وده انكار صريح للنصوص القرانيه والسنه. مش كده وبس، ده شايف ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نور الله الذاتي، ودي عقيده ضاله اسمها عقيده الانبثاق. النبي عليه الصلاه والسلام هو نور الله الذاتي، بمعنى ان سيدنا محمد انبثق من الذات الالهيه، علشان كده هو مش بيموت، لان معروف ان الجسد هو اللي بيفنى لكن الروح باقيه لحد قيام الساعه. تالت فتوى بقى، ودي كانت غريبه جدا اغرب من اللي فاتوا، الا وهي تقديس المشايخ. قبلنا البشر، بمعنى انك لو بتتبع شيخ معين فهو شايف انك لازم تحترم وتقدس الشيخ ده زي ربنا بالظبط، وان كمان لو انت لا قدر الله كنت جعان او عطشان وشفت شيخ من الشيوخ لازم تشبع لوحده. طب لو انت مش بعتش ولا رويت عطشك يبقى انت كده منافق وما بتفهمش في الدين. ده اكد كمان ان معظم العلماء اللي انتوا بتسمعوهم وبتسمعوا عنهم دول تلاميذه، وبياخدوا الاجازات عنده في الزاويه في كل النواحي الدينيه، ورفض يذكر اسماء لانهم في مناصب حساسه جدا وقال حرام نقطع عيشه. الشيخ صلاح الدين التيجاني دافع كمان عن الطريقه التيجانيه، وقال التيجانيه طريقه فوق اي شبهات، دي طريق بيدعو للعلم والتفقه في الدين والسنه النبويه الشريفه، واقل درجه علميه فيها فقهيه. اسمعوا وتعلموا وابحثوا اولا قبل الحكم عليها. والشيخ ربي فاضل وعالم جليل وفقيه لم يضاهيه أحد. صلاح التيجاني هو أحد أبرز مشايخ الطريقة التيجانية الصوفية، وعنده مؤلفات في العلوم الدينية والصوفية. انتمائه الأول كان للطريقة التيجانية لكن انفصل عنهم وأسس الطريقة الصلاحية التيجانية اللي تم الاعتراف بها من قبل المجلس الأعلى للطرق الصوفية رغم رفض مشيخة الطرق الصوفية ليها. الشيخ صلاح التيجاني انتشر ليه صور كتير مع الفنانين، وقال جالي فنانين كتير جدا بياخدوا رأيي في حاجات كتير وبعتبرهم أصدقاء وبعملهم بالأبوة والحنان، ودي رسالتي في الحياة، زي سمية خشاب صديقة من زمان، وغيرها من الفنانين زي نور الشريف وسهير الببلي وشادية وأحمد سعد وكنت جار سعيد صالح ووحيد حامد. وفي النهاية ما بين مؤيد لفتاوى صلاح التيجاني ومعارض ليه، قولنا انت ايه رأيك؟ وهل فعلا يستحق الضجة والهجوم اللي اتعمل عليه مؤخرا؟ شاركنا برأيك في التعليقات.